صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا نصحته بالتوبة من الذنب يحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ويقول: طالما أني لم أجاهر بالمعصية فلا حرج علي، فهل حجته صحيحة؟ حجته باطلة، لأن الله أمرك بالطاعة في السر والعلانية، ترك المعصية في السر والعلانية. لكن حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين معناه أن المجاهر لا يترك، وإنما يؤخذ وينكر عليه ويؤدب. أما المكتفي والمستفر فهذا لا يفتش عنه، هذا لا يفتش عنه. نعم، نحن لم نؤمر بتفتيش على الناس ما يخطون، إلا إذا كانوا يغمرون شرا ويبيتون شرا، فإنه لا بد من كشفهم وكشف مخططاتهم، ولا بد من القضاء على أوتارهم. أما إنسان ما له عادة ولا سابقة ولا، وإنما وقع في بعض الهفوات ولم تظهر، لم يظهر معصيته، فهذا لا يتابع ولا بل ينصح ويوعظ ولا ويستر عليه، لا يشهر عند الناس.